هاي. طيب خليني بقى ارجع تاني، وبما ان حضرتك ذكرت الشباب الصغير اللي ممكن يكون عنده فكرة او اختراع، او خليني اسميها صناعة صغيرة متناهية الصغر او صغيرة او متوسطة، ازاي الجهاز المصري للملكية الفكرية يساعده؟ طيب احنا قلنا بداية انه هيكون في حملات توعية. ماشي اولا الحقيقة انه لابد ان احنا نقول ان ده بيتم الان، يعني كويس علشان لا نغفل انه عمليات تسجيل براءات الاختراع غير موجودة واحنا سنبدأ الان فقط. لا هو طبعا في اطار طب انا اكاديمية. ممكن اقطع عشان يعني اتفضل. لحظه، اللي انا اعرفه يعني واللي انا بسمعه ان فكره ان احنا نسجل براءه اختراع دي كانت صعبه جدا لا في الاجراءات، وناس تروح واروح النهارده واروح بكره، لا الناس كانت الحقيقة بتزهق فما بترضاش تعمل ده. لا هو الحقيقة انه بالعكس نظام براءات الاختراع في مصر من افضل النظم مقارنة بالمجالات الاخرى في تسجيلها. النظام الان بيعتمد على نظام آلي، وزي ما قلت ده بيتم تحت مظلة الوايبو، المنظمة العالمية للملكية الفكرية. فالموضوع الحقيقة دلوقتي ما بقاش، يمكن ده كان في فترات سابقة، لكن مرة أخرى يمكن يكون في شريحة لا تعرف، اوكي ممكن يكون في شريحة مش عارفه تعتقد تروح أن فين. هناك يعني كثير من الجهد، أو أن هي هتدفع فلوس كتير. أو إحنا الحقيقة المهمة من المهام الأساسية في مرحلة التوعية أو الحملات اللي هتتم، لأن إحنا هننزل إن شاء الله في الجامعات وهتعمل ندوات وهتعمل محاضرات، وسائل الإعلام حضراتكم هيكون ليكوا طبعا دور مهم جدا في موضوع التوعية، إن طبعا إحنا نعرف الناس أولا أنه أنت كمخترع أو مبتكر صغير. وعايز أقول لحضرتك يعني احنا عندنا ده بيتم بالفعل دلوقتي من خلال جائزة مهمة جدا في الدولة، هي جائزة الدولة للمبدع الصغير. المبدع الصغير ده حقيقي. تستهدف من سن 5 إلى سن 18 سنة. المجال الثالث بعد الأدب والآداب والفنون هو مجال الابتكارات والاختراعات العلمية. وعايز أقول لحضرتك إنه خلال ال4 سنوات اللي هي بتمثل عمر الجائزة منذ استحداثها، شهدنا الحقيقة مجموعة جميلة جدا وعظيمة من الابتكارات تأتي من مبتكرين ومبدعين صغار، في رعاية لاحقة بتقوم بها وزارة الثقافة من خلال اتفاقات مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال أكاديمية البحث العلمي لرعاية هؤلاء المبدعين الصغار. وإحنا الحقيقة ابتدينا، وده كان كلام مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، أن نبدأ بهؤلاء المبدعين الصغار، أن هم يبدأوا يستشعروا أنهم في هذه المرحلة العمرية المبكرة هم أصحاب حقوق. يعني اللي بيكتب، لأن الجائزة فيها كتابة، فيها قصة، فيها مسرحية، فيها عزف، فيها غناء، الى جانب موضوع الابتكارات والاختراعات العلميه. طب ما هو دول اصحاب حقوق، هو مجرد ان هو حتى لو كان طفلا وهم دول هيكونوا النواه لتوصيل الفكره لباقي الاطفال في هذه المراحل العمريه المبكره. لانه مره اخرى اذا اردنا ان نصل بمصر لما نرغب ولما نتمنى به في هذا الملف، لابد ان نبدا من تلك المراحل العمريه المبكره. فالجهاز يقينا هيكون ليه دور، وكما ذكرت عايزين نزود عدد براءات الاختراع لان ده بيدي كريدت، وايضا ان احنا نعمل عمليه ربط بين البراءات وبين الصناعات، لانه الحقيقه البراءه لن يكون لها قيمه الا اذا تم تنفيذها. ونحن نجد في الغرب ان هناك اتصال وثيق بين البراءات الاختراع وبين الاندستري، لانه في شركات بتدفع مبالغ طائله للحصول على حقوق من صاحب الاختراع او صاحب الابتكار ليكون لها حق في تصنيع المنتج الخاص به.